رانا جبدوا اعماق اعماق الغيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعات ومتابعي ريف ديا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. انضمت جمعية مارتشيكا للسباحة والترياتلون صباح الحد 11 فبراير 2024 بقابويوار أو مدينة رأس الماء، حملة تحسيسية من أجل الحفاظ على نظافة شواطئ المدينة بحضور عدة أبطال في السباحة والغطس. الحملة اللي لقات إقبال كبير من طرف المواطنين وزوار مدينة قابويوار وشواطئها الجميلة، بالإضافة إلى ذلك حضرات شخصيات جمعوية من مختلف مدن الجهة الشرقية. سي بدر السلام عليكم. عليكم السلام. اليوم راه حنا في كاب دولو، شنو كنديروا هنا بالضبط خويا بدر؟ اياه اليوم في إطار المشروع ديالها جمعية محافظة على البيئة ومسؤولة ايكولوجيا، جمعية مارتشيكا للسباحة والترياتلون تقوم بحملية تحسيسية للمحافظة على البيئة، وذلك بشراكة ثلاثة مستويات. المستوى الاول مستوى رياضي وبعد رياضي بالحضور ديال مجموعة ديال السباحة وديال ديال الغطاسين اللي غادي يقوموا بالقفز عالي، وكذلك على راسهم ميشيل سيري البطل العالمي في القفز، عنده ارقام قياسيه في القفز العالي، بالاضافه الى البعد الفني بالحضور ديال الفنان ايكولوجي بطبيعه الحال اللي تيدير اعاده تدوير ديال المتلاشيات، وكذلك يعني بعد ايكولوجي كما تتشوفوا التنظيف والتوعيه والتحسيس بالمحافظه على البيئه والتنظيف ديال لي روشي ديال كاف دورو. تحياتي خويا بدر. هادو لي ديشي ديال بعض المستهلكين كيحاولوا يستهلكوا كيرميو هاد لي ديشي، نورمالمون الانسان خصو يحافظ على البيئه على الاقل حتى الا خطا يستر الخطا ديالو نورمالمون. وحنا كيجي الدور ديالنا كتشوف هاد المجتمع المدني تبارك الله والشباب كيحاولوا يجمعوا هاد لي ديشي وكاين فالوريزيهم باش نرجعوهم على الاقل تحاف، ما نوليوش نرميهم في لي بوبيل، نرجعوهم ديكورات انفستيسمون وكيكونوا قابلين للتسويق قابلين للاهداء قابلين. وهذا هو الدور ديالنا اليوم هاد الحمله مع الشباب، كنحييو الشباب اللي فاعل، لان اصعب حاجه انك تعطي واحد الميساج باش تنشر الثقافه ديال اعاده التدوير، الثقافه ديال ما نوسخش لونتوراج المحيط ديالنا، فمن اجل بيئه ضروري خصنا نساهموا كاملين. في نظرك ما كاينش مسؤوليه حتى ديال الدوله خصها دير واحد الحاويات خاصه لها بحال هذا الشيء هذا البلاستيك ديال صحيح نورمالمون كاين واحد كنشوفهم زعما في شي اماكن بالنسبه للمغرب كاين ديك الثقافه الجديده ديال الاندستريال تاع لي بوبيل، هذا مخصص الكارتون مخصص للزاج مخصص المواد المعادن مختلفه، ولكن هنا مازال ما شفناش شفنا لي بوبيل مخلطين، لكن ضروري خص المجتمع المدني هو اللي خصو يلعب واحد الدور، والشباب الشباب خصو ضروري يساهم، ما نرميش على الاقل جيت كليت مثلا واحد تغديت ولا درت ساندويتش ولا نجمع ديك لي بوبيل في واحد الساشي ونديها للحاويه ديال القومه، ما راه غادي تساهم في الحفاظ باش غدا انت تجي تلقى المكان تاعك اللي تلقاه نظيف كما المره اللي فاتت جيونا، الا وسختوه اليوم غادي غدا تلقاه موسخ كذلك. تحياتي لكم وللاعلام لانه هو اللي كيوصل الميساج اكثر واكثر ان شاء الله. تحياتنا. شكرا.